الرئيس السيسي يستقبل وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر. السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. مصر تدين قصف مدرسة تأوي نازحين فلسطينيين بالنصيرات. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا سودانيا من المشاركين في مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الذي تستضيفه مصر، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الأطراف الإقليمية والدولية. وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره لاستجابة المشاركين للدعوة المصرية لعقد هذا المؤتمر المهم تحت شعار معا لوقف الحرب في ظل اللحظة التاريخية الفارقة التي يمر بها السودان الشقيق. وشدد الرئيس السيسي على أن مصر لن تألو جهدا ولن تدخر أي محاولة في سبيل رأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية ووقف الحرب وضمان عودة الأمن والاستقرار وأيضا الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني، مؤكدة ضرورة تكاتف المساعي للتوصل لحل سياسي شامل يحقق تطلعات شعب السودان وينهي الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي يعيشها السودان. كأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تبذل أقصى الجهد سواء ثنائيا أو إقليميا ودوليا، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة السودانية عبر تقديم كافة أوجه الدعم، بما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السودانية، حيث تستمر مصر في إرسال عدد كبير من شحنات المساعدات الإنسانية للأشقاء في السودان، فضلاً عن استضافة ملايين الأشقاء السودانيين في مصر. هذا وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتضمن الانتقال للمسار السياسي للأزمة مشاركة كافة الأطراف وفقاً للمصلحة الوطنية السودانية دون غيرها، وأن يكون شعار السودان أولاً هو المحرك لجميع الجهود الوطنية المخلصة، مؤكداً حرص مصر على التنسيق والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لحل الأزمة السودانية. هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد. وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه المناسبة هي مناسبة جليلة تذكرنا بأعظم معاني الوفاء والصبر والإيمان في صفحات التاريخ الإنسانية، داعية الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير واستقرار على وطننا. أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والتي تأوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، بما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين. واستنكرت مصر استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم. وشددت مصر على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في كامل قطاع غزة. أطلقت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثانية من المسح الميداني المجاني الخاص بالكشف المبكر وعلاج أمراض البلهاريسيا والفاشيولا والطفيلات المعوية في المجموعة الأولى التي تضم 15 محافظة، والتي يأتي تنفيذاً لأهداف التنمية المستدامة وأيضاً تحقيقاً لرؤية مصر 2030.